السلام عليكم ورحمة الله. أخوة الأخوة، نرجع من تبزان خير من مواقيم الصحراء الغربية. من بعد الحق لا إله إلا عليك تشوفوا دم 9 الساعة 7:24. الله يسلمك ويجي صح. ما قد بكيت دعدو يدقدقني بطني يكتني يقول عاش أبراهيم غالي عاش محمد العزيز راكم نزلتو دمعتي الله ينزل فيكم كذبتوا لي الله ينزل فيكم دمعتي يا أبو الألف هذا اللي خان مشيت وكذب علي يعطيكم صيام يعطيه الحنبة ما يبرى منها وضاح عليكم ضاح عليكم الرجال الوزير يقول لك مسألة واحدة يموت الصحي والمصيدة في يقول لك مسألة واحدة أعطيتكم داركم وكيب أحسن بتمنت سلمتكم مسألكم كاملة وضيق جايب الخاتم اللي يمشي وداتكم في دمولها يا اخي انت عجبتوني الخير عجبتوني الخير والمزيد بقى بيني معكم خير الاحسان والمزيد لك تعدت لي مزيد صالح الله يجعل لك طول العمر وسكات لي يا ذاك اللي كذبوا لي الله يعطيهم كونسير يعطيهم الدنيا ما فيهم ما قد بكيت في حياتي العدو يكدك تجي يقتلني يقتلني نقول عاش ابراهيم غالي عاش الشبع عاش محمد العزيز وانتم بكيتوني في الليل الله يبكيكم يبكي ابهاكم ما قد تعرفكم كيف يكفيك يا عبد القادر الجزائري 14 مليون ياك الجزائر دت تشيل في تمنت اش قالوا لك عليا قالوا لك الطيب خلق الله عدلوا له يمشي يدير العمليه ما عدلتوا لي والو راني داعيكم المولانا ولي عجبتوني للخير سي عجبتوني للخير وداعيكم المولانا واحد واحد هذا اللي عصى امري انا مداني برا لا عجبتوني للخير والتي فرحت اخوتي فرحوا اهلي فرحوا الشعب فرح كامل في الاخير دنستوه ما الكذيب بديتو السايبات ما يسوى ما يصلح عيب عليكم عيب عليكم وين نظريك عبد المزيد كما سلمتك دارك في تبلت احسن دار وبالخادم ينقيم ماني مورس مشاكي وماني مورس دار مولانا اللي فراش لي وينقيم شي بلاصة يعمل لا حول ولا قوة الا بالله عليه تكذبوا لي والرئيس عطاكم الامر باش ينقيم يدير عملية برا انتم ما باغينها له مشيتوا واحدين هاربين من انتفاضة انا ماني هارب ماني هارب الحشي لها ما قد خربت يا غير لنصب بيكم واحد واحد لا عجبتني الخير لا عجب المولانا وانت ولد المصيدف كم قطع عدت تمشي صالح الله يجعلك طول العمر وكذبتوا لي من شهر 5 تكذبوا لي نظري راني داعيكم المولانا وداعم دمعتي الله يعطيكم فيها كونسير فيكم كونسير ان شاء الله هذو اللي متكلفين ملفي وكذبوا لي مرحبتي السلام عليكم مرحبتي شطاريك لباسك الخير معكم مواطنة صحراوية مناضلة أصلا جاية من المناطق المحتلة كنت سابقا ناشطة حقوقية وذلك كنت مستقرة هون 27 عادي جيت من المناطق المحتلة قولي مشاكل مع المغاربة جيت أنا ومنياتي ثنتين ينقال لي خولي الحسن أحمد علي عبد الله ما حدي مثلا عني قادة نشتغل معيش أنا ومنياتي جايبة قادة نجبر شي نعيش به الحمد لله اللي عريت الأخوات والأخوت والأحباب وضريك الله حالي ذا هو مريض معي طويفيلات فاصلات وأصلا مغاربة قط كسروا ركبتي تقوم علي ضريك ما تتقع نقد نوقف منها لا تلي تقع الفايدة أنا نفسي لنفيد الطويفيلات ونداء دايرت ونشرب الدواء الضغط وعندي واحدة من الكلاد العربية فيها هذا فيها حجار وفيها وعدت قع مريضة لا عدد الطويفيلات يبي لا شي انتشارات واحد خلاق 2005 واحد 2007 ما هو حد فايد نفسه هو اللي يفيدني أنا وضريك اللي نداء درت لجميع المواطنين والمواطنات اللي القد يفيدني بشي ولا عاوني بشي جزاء الله خيرا ورقمي ذا هو 06
65 57 82 62. جزاكم الله خيرا عني. ساعدنا عن عدو ثاني هي القيادة الفاسدة، القيادة اللي ما عندها دين وما عندها ثقة وما عندها أمل. أمالها وثقتها ودينها هو سرقة، يعني السرقة والفساد وياسم الأمور والنهب، كيف ما ينهب الاحتلال المغربي ينهب خلال الصحراء الغربية وراي خالق. نقول لكم مهون عن بعض أطراف من الاحتلال المغربي، إلى حد الساعة عند أطراف قيادة هذه قيادة الفساد عندهم شيء تحت الطاولة، والله الشاهد على ما أقوله. كيف نيناكم رغم الإقصاء والتهميش من طرف القيادة الفاسدة، ونقول لهم عن يعني باش نقول القاعدة الشعبية عن يا راهو على الواد جمره في يد القياده، جمره في يد القياده الفاسده. بما قدرك على حد نرجع لمولانا والعهد الشهداء. رغم الاقصاء والتهميش نفكركم شوي الرول، ايام جا كريستوفر روس الاول زيارته الاولى للعيون المحتله بزار حي محمد الله يرحمه، والوزير هذا راه كان جي الصحراء واحد محمد ولي عكيك بزار حي، راه بزار حي ومحمد الله يرحمه راه في دار الحق وحنا في دار الكذب. ويشهد بها مولانا السابق العبد. اجتمعوا في الكتاب العام السابق ساعة في الوقفة اللي فضل مولانا وفضليانا خلقوا ضحايا في العيون المحتلة. هذا كل تفكير بعض اللوبيات القيادة وبعض القيادة والطبالة في منابر، نقول لكم منه علوات. رغم الإقصاء والتهميش هون المقصود من طرف بعض القيادة اللوبيات الفساد. لعل ولد علواتي مرق برا ونعدل ما عدلت القيادة في 40 سنة و50 سنة، وما عدلوا الجمعيات الحقوقية في 40 سنة و50، رغم أني ذوي احتياجات خاصة ورئيس جمعية ومعتقل سياسي وناشط حقوقي ذاك كامل. لعل مش أي دولة أي دولة في أوروبا لعدوا لي ما عدلت القيادة. يا غالي يوما ما نمرق يبقى كله فوت، الديفولي يبقى القيادة الفاسدة. راه اليوم الجمعة على سمحت لكم بهذا النهار وفي هذه العواش اللي عقبتوني للخير. بأنكم صيبت واحدة أيامات الكورونا حمادي بأنه ينتمي القبيلة فلانية ودعوات ينتمي القبيلة رغم عن قبيلته هي الجبهة، هي الجبهة الشعبية على الساق الحمراء الدعم. عنه مركتوه من الجزائر لإسبانيا، إسبانيا لفرنسا، ما هم وجوع لا والو. وأنا عندي تقرير طبي لخناب ردة عملية عند نداي جزاه الله خيرا، وعندي تقرير طبي على الكراع الأعصاب وراه الكراع اليسرية واليسرية واليد اليسرية راه مازالوا يوجعوني، تعرفوا الأعصاب والكراع العرجة عندي احتكاك في العظام تتحك وضرك. يا غير راني صابر مولانا في الوجود هذا كامل، وراهم بعد التنظيم السياسي والقياده هذه الفاسده يدخلوا على واحدين من ذوك اللوبيات الطبال اللي نعرفهم في المنابر. اي معاونه جايه من العلوات خاصة يقطعوها باش العلوات يبقى على الدص، وقالوا يرجع للعيون رغم هم عارفين عني رجعت للعيون المحتله عندي 20 سنه سجن النافذه. هذا ما هو العلوات اللي قبض الاول، كيفاش نمشي للعيون قدم راسي ونحكم لاجل الوطن لاجل القياده؟ وانتم ما داو ما كملت كاع حتى علاجي باش نمشي، كيفاش؟ كيفاش باغي المناضلين المنطقه المحتله يقوموا؟ ها؟ رسالتي للمناطق المحتله والجاليات لا بغى حد يناظر، ما يناظر من اجل القياده الفاسده، يناظر من اجل عهد الشهداء. رغم القياده هذه راهم خانوا عهد الشهيد الولي وخانوا الشعب، القياده هذه خانوا الشهيد الولي وخالق بعض القياده هون بزات حيه هم اللي داروا المؤامره في اغتيال الشهيد الولي واستشهد الشهيد الولي من اجل نحن. والشاهد هو تعرفوا انتم ما قدر رقع لحد، ما رقع لمولانا ولا قدر رقع اي دوله كما كان نوعها. باغي استقلال شعبه، استقلال الصحراء الغربيه وضمن شعبه في الاراضي المحتله، ما هو في اللجوء ولا في شيء. وقاموا داروا مؤامره اصحابه، راه واحدين مازالوا حي، راهم والله ما يرقدوا الليل والنهار، احنا بعد نرقدوا ممكن. مولانا عارف ما قصرنا عهد. هذاك نقول لكم يا الشعب الصحراوي، يعني ديك الساعه كل تفكير وهذه الناظر ونجمل في القياده نضالي حق بعد، يا اخي ما نجملوا في عهد الشهداء، بيا مخلص العهد الشهداء مولانا شاهد في هذا النهار العظيم يوم الجمعه. كيف كنتكم نهار كريستوفر روس ما عطى محاصره اللي عاش محاصره العيون محاصره كامل، وانا عندي ذاك اللي ما كنتش شاع السماره عندي في العيون عارف اللي عاش في الدار. قام تفعيه محمد قال لهم والله لا محمد ولي يحكيك قال لي ولد علوات امر عندك تمرق الناس المحاصره، قلت له علما تمرقوا اصحابكم اللي يجوا في الوفود. قال يا محاصري في معطلة ويمرقوا، انا لان مرقت خمسه. عقب قال لي يعني خاصك تمرق وتشجع الناس باش يمرقوا. هو ما حد في القاضي الوطني نمرق نضحي بروحي. قمت مباشره ساطيت من سطاح لسطاح سطاح من سطوحه الى الدار الخامسه واحده في زنقتنا احنا فيها كل عليها ساكن خواتات. مرقت قعدوا فم الباب جاتني فما كوير صغير مباشره خشيت فيه تحطيت في عين المكان. ذاك الوعد اللي ذاك النهار عاين به يكون مولانا.
مركت وحي وكسرت الحصار رغم عن العين المحتله ايام جيك الصفروس بارك عليك. واحد قال له المنصوري صاحب اكبر مخابرات في الاحتلال المغربي هاك الساعه بالعيون المحتله وجميع العزيزه بالعيون المحتله بانواعها ودع الواد نداو احتياجات الخاصه استطاع ان يوقف شارع ددش شارع ددش وقفت فم والناس كان عالم بها وذاك اللي وقع عليه عالم بيكون مولانا تكدك تقول ولاحوني بزنقه وقاموا عليا ترفدوني فوت ما حد يلحق بين عاشر متفعي محمد قال لي العدد زين قلت لمحمد نحاول المخزن كامل نجروا عندي اللي نعاش باش كان يخوي الساحه ويوم يقعدوا ضحايا باش الناس تعطي ضحايا يقولوا العالم راه ضحايا انت كانت حقوق الانسان في الصحراء الغربيه بيان ديك الساعه نقول لهم والو يجي نصار ما يجي نمرقوا احنا ما قلناش نصار ما قلناش العاش الشهداء نقوله نقوله وقالها وزاره المحتله الضريك قال ما يحتاج الامريكي يجي والله حد بغى يمرق يمرق كيف السلطان الضريك الضريك قلت لك وعدت نجي حياه الخمس تركه ومعنا واحد كان طالب قابض الدكتوره اللي قابض الدكتوره ذاك العام الحمد لله باش تعرف عنها الطلبه صف الطلاب وخيرت بهم والناس كامله المناضلين عيط الخمسه طلعوا عندنا فوق السطاح والسطاح هي مليان ذاك كامل تبارك الله تمينا نتخابطوا معاهم معنا وراكم حياه خط طالب زاد حيه وضهواري فاطمه زاد حيه انضموا لي عاز الصامد وقامت الجيران مسكين حياة تبكي ما حد وقعد وفلاك نوفا حياة تبكي كانت تفعل القيادة وتفعل على مينة تقوم دعوات راهو مات 300 بوليس 400 بوليس جا لدارنا داك يقول دف الاول داك يقول الثاني ما قدروا يدقوها عدت نكب على راسي ليسانس نختار نستشهد عاني مسني ايد من جلاد من دوك الناس لين جات وتات المينور صوب نساحبوا قضيت راهي شافني ظهواره وشافني حياة شافني رجلي كامل جاوا يسلموا عليا شافوني فيها ليسانس لا بارابور تاع الوالده اللي كانت تفرج في التلفاز مسكينه خبطتوا بها لا خير فوت ثلاث ايام شريت لها التفصيل وركبت لها كانت تفرج في اذاعه الجمهوريه. تو تعرفوا الكهله ديما اذاعه الجمهوريه عندهم هي عينيهم. راهم يعرفوها الى حد الساعه ديك الساعه جيت هون وسلم علي رساله الاستقبال زين محمد الوالد وقالوا اذا اخبار بارابور مساكن باش تعرفون عند علوات نقول الوزارة المحتله الجديد والقياده وهذا ابراهيم غالي اللي عنيد حتى نعند منه راهو معايا مولانا. راهم بلاصتي بقات كبيره في العيون المحتله ونشكر انا ما نحسد حد نهار ذا اللي داعي نهار سالم كان في امانه التنظيم سالم بصير نهار كان في امانه التنظيم سالم بصير في اذاعه التلفازه قالهم الحوقيين كاملين اللي بغيتوا القراد حد بغى القراد وبغى العصا سيدنا موسى يمرق الميدان يا حديدان اللي بغى القراد هو الميدان ونقول لتويمك وعصابته حالك مع كم احترامات بعض الاخوه في قديصه عن زيارتك عند قسم التحاليل البابيه بدا يقيس السلطانه بوجدور قيس البابيه بوجدور محتله قيسوا بوجدور رفدوا الاعلام الجنوبي المنطقه المحتله كما قال لكم الوزير المحتله مرقوا يا الحقيين في هذا رمضان لا مرق حد في هذا رمضان لا تلحد يمرق كما قال السفير الجمهوري عبد القادر رمضان الفايز بزاف حد بغى يرفدوا يضام على السلطانه الاولى في المنازل كاملين رفدوا الاعلام الجمهوريه داروا يكون اربع ناس في العيون المحتله وواحد في ما ينقالوا مالون طول عمره مناضي في الداخل المحتله لبى نداء رفد الاعلام الجمهوريه فوق سطاحهم. الثاني ما قدروا يعدلوها بما عادوا القضية الوطنية عندهم كارطيات الوظائف هي مصلحة جيوبية كيف القيادة الفاسدة هذه؟ اللهم إنا هذا منكر. إلى أنت باغي النضال؟ أنا نقول الناس شي ما يعدلوا الشعب لا تعالوا تحانوا القيادة الفاسدة هون يعدلكم شي. هذه القيادة الفاسدة تعدلكم شي راهو ما خالك شي. ونقول لكم ولو هجمتوا علي وعدلتوا لي عدلتوا شوهوا انا زين عندي القياده تواجهوني مباشره ما تصيفطوا لوبياتكم كيف هذا الراضي في السفاره مصيفطوا له واحدين باش يقول لي ذاك الكلام انا احتراما للمؤسسه واحتراما للبلد مليون الشهيد اما ذاك الراضي راني نعدل فيك العجب وراضي الفايت راني تبريت من اهلك كونك شيبان اكبر مني مره ثانيه تقربني لتعرف منه علوات ذاك تنعدل اللعدو ولا نعدلو لك بيك انت عدت واحد من اللعدو يا القبلي يا المخنز كيف القياده الفاسده هذو اللي مصيفطين اولادهم برا يقراو ونقول لكم واحد المساله ما خالق رايس هذا ولا وزير ولا قيادي ولا السفير التمثيلي ما عنده اخوات في المنطقه المحتله وما عنده عائله في المنطقه المحتله علاه ما يمرقوا في المنطقه المحتله في دول الاعلام الجمهوريه علاه ما يمرقوا علاه يمرقوا شعبنا وحدنا نمرقوا احنا وحدنا ياك حين نظام القضيه علاه انت يا غالي ما تمرق اخواتك في العيون اللي في دول الاعلام الجمهوريه ها محمد الله يرحمه اخوه ديما يمرق معنا في وقفات وخوه راه محامي معانا يدافع عن القضيه الوطنيه
وابراهيم مخروطه هذا راه اختو دي اخواته ديما معنا في مناطق معنا في الاعلام الجمهوريه في مناطق محتله، انتم القياده الثاني والسفراء والثاني اخواتكم كامل في المنطقه المحتله واهلياتكم علاه ما يمرقوا في دول الاعلام الجمهوريه، ولا كيف ولادكم هون تقروهم برا وخارجين واحدين من القياده هون كانوا في المنطقه المحتله يقروا اولاد اخواتاتهم ولاد منح تاع الشهداء كيف قادت اللي دارت غاليه جيمي منح ومشات قرات في فرنسا فاهم يقروا اولادهم قراهم في اوروبا وراهم خدامك شنوات قراديه في صفات وقراديه في ادارات ثانيه كبار في الدوله دوله الاحتلال على ظهر الشعب الصحراوي والله انتم حلال عليكم حرام علينا اللهم هذا منكر رانا في هذه العواش اللي عقبتنا للخير خاص الشعب الصحراوي يعدل الانقلاب يمتنع عن النظام هذا القياده الفاسده باش كان يمشي لمسار جديد ومسار السكه الحديديه الجديده شي ما عدلنا احنا راه تعدلوه وهذه وزيره الصحه وهذا ممثل الصحه اللي هون في السفاره وبعض القياده راهو الى حد الساعه يصوتوا اولاد عمهم ويبيعوا الفيزات الى حد الساعه نتمنى من قيادي ولا وزير ولا شيء عنده غير على الوطن يقيس بالخادم يشوف بالخادم الفوضى اللي فيه يقيس نجينا عندك بعض الديار المكريات هون بعض الديار المكريات هون اللي فيهم الفوضى كاريتها لهم الكتابه العامه عن طريق السفاره اولى بهم ذوك المرضى اللي في اولى بهم المرضى في تمنته واولى بهم المرضى اللي في كونسير اللي في الخادم كلهم لهم الديار باش ياخذوا راحتهم ما هم الحفول الحفول ما يجيب لكم والو وراي نعرفوا يا الرئيس الخيمه اللي تقيس فيها والسرد ما خاف في حد اللي تقيسوها فم ونكشف ديك الخيمه وعاد تقيس فم عاد تقيس المقرات للدوله هذاك للدوله ما هو لشيء ثاني يا غير واكلنا فيكم مولانا ولا عقبتونا الخير ودعوات لما ديتوه انتوما لا يمشي الراسه باي طريقه مولي لا يسد الباب لا يفتح باب واللي ما عنده سيد وعنده لله بيا ما كتخنت عهدي في هذا النهار العظيم ورغم الاغراءات اللي جاوني تعرفوا انتم كاملين ويرحم عبد الله الحبيب ويرحم خداد ويرحم محفوظ ويرحم البخاري ويرحم محمد ويرحم الخليل ويرحم الوالي ويرحم سيدي حيدو ويرحم الشهداء القاديين الوطنيه كاملين اللي ما كانوا خانوا عهدهم وانتم انتم لا يكذب عليكم حد في الاخير احنا كاملين كاملين ما فتنا قبضنا استقلالنا راه اي واحد قد يخون ونهار ينقلع واحد من القياده اعقلوا فين قلتها لكم لينضم مباشره للعدو كم مره نقولها اللهم ان هذا منكر راه هذا المرض فيا اللي فيا كامل ولا انا عارفه الله يعطيه لكم